السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صدق العزاء من قناة بلاك بيرد جيمر. ارجع لكم في فيديو جديد من سلسلة افضل 10 ضربات. هاي السلسلة يا شباب عملتها سابقا وراح ارجعها من جديد، لان يا شباب هاي السلسلة الوحيدة اللي لاقت تفاعل اكتر واكتركم حب هاي السلسلة من الموسيقى اللي انا بستخدمها داخل الفيديوهات. طيب يا شباب، اللي ما بيعرف شو هاي السلسلة، هاي السلسلة يا شباب انت اذا عندك ضربة حلوة بتبعث لي عن طريق هذا الايميل، وانا بستخدم هاي الضربة في هاي السلسلة. عن طريق هذا الفيديو يا شباب راح تعرفوا كل شيء. بالنسبة للقطع اللي قطعنا على القناة تقريبا 7 ايام او 8 ايام شباب بسبب كأس العالم، كنا عم نتفرج على كأس العالم. المهم يا شباب خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة، في امان الله. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin.
وهي شباب العشر ضربات، واكيد راح يكون في تصويت على الفايز. التصويت الشباب راح يكون في الفيسبوك، في رابط صفحتنا على الفيسبوك، رابط الصفحه في الوصف. راح اختار انا من العشر ضربات راح اختار ستة، وهي ستة انت راح تختاروا وحدة فيهم، وصاحب الضربة راح يفوز بالحساب 50 مليون كوينز. طيب يا شباب، قبل ما ننهي الفيديو، في مسابقة على حساب 100 مليون كوينز. اللي عليك اللي هو بس تنزل تحت هذا الفيديو وتعلق اي تعليق، وانا ان شاء الله راح اختار الفايز في الفيديو الجاي. وكمان يا شباب، في الوصف في روابط كوينز، وفي رابط هاي الصورة اللي ظاهرة عندكم على الشاشة. وبس يا شباب، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم صادق لزاع، في أمان الله.